لسقوط شهيد على الاقل. في خبر عاجل الان، يعني مزرتين ترتكبا يعني الان في الريف الدمشقي، الاولى في سبينا راح ضحيتها 6 شهداء حتى اللحظه جراء سقوط صاروخ ارض على هذه المدينه. طبعا لاول مره يسقط صاروخ ارض على منطقه سبينا، والمزرة الثانيه في مدينه يبرود حيث الى الان يعني سقط 6 شهداء وعشرات الجرحى جراء القصف الصاروخي على المدينه. ومركز القصف كان على هذه المنطقه من اللواء 18 ومن الحواجز العسكريه المحيطه في هذه المدينه، يعني خلف هذه الجبال يعني ربما تلاحظون الدخان، تتواجد منطقه عدرا. ايضا منذ قليل تجدد القصف بالمدفعيه الثقيله على مدينه الزبداني مما ادى لسقوط العديد من الجرحى، وتم استهداف محيط جامع الهدى في المدينه، والجيش الحر ياسر ضابط برتبه عقيد وذلك او هو متواجد كان في اللواء 156. هذا اللواء او هو المسؤول عن القصف بالصواريخ سكود، وايضا هذا العقيد هو يعني المسؤول عن اطلاق هذه الصواريخ باتجاه الشمال السوري. وامس يعني في تشكيل الفرقه الثانيه، تم تشكيل الفرقه الثانيه التابعه للقوات الخاصه لاركان الجيش الحر، والحمد لله يعني هناك توحد كبير.